الشيء اللي كنقول بها الكلمه وكنتمنى ليه المزيد من العطاء. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، معكم مول الضحكه خالد ناصر، تحيه انفاس بريس. انا اليوم في قلب الجريده باش نهضر على واحد الموضوع ديال اليوتيوبر اللي عندهم انستغرام والفيسبوك واليوتيوب وكيربحوا المال بصحتكم، واني ماشي تخسروا الهضره باش تعاديوا ولادنا اللي الناس كبار خاسرين على ولادهم زباله ديال الفلوس في العام باش كيقراو كيشري ليه طابليت. وانا ديما كنوصل هادشي في اللايف وما كيوصلش معك، علاش عزيز عليكم تخسر الهضره تصنتوا ليها وكدروا ريوسكم ما كتشوفوش وما كدوش على هادشي؟ واش كتخافوا ولا ما عادش ناوى؟ حشومه وعيب وعار انكم تعذبوا لينا ولادنا وتكرفسوا لينا ولادنا. الدري الصغير عنده 10 سنين خاسر عليه زباله ديال الفلوس، كان شاري ليه ايباد باش يحفظ، كيولي داخل اليوتيوب كيلقاو نادى هذا حشومه، والله الا حشومه عيب وعار. انا 10 سنين وانا كان في الديجيتال وعمري ما خسرت الهضره، والناس نصحوني قالوا لي علاش ما بغيتيش دير القناه ديالك في يوتيوب؟ جاوبتهم قلت لهم انا ما يمكنش ليا انني نحس الكابا ولا نخسر الهضره باش نربح الفلوس في يوتيوب. فمشيت للاخراج، شفت راسي انا فاشل في الانترنت، مشيت للاخراج والحمد لله الناس باقا كتبغيني وما حد مازال كنمشي الشارع وكيتصوروا معايا الناس. عارف راسي عندي سي في قوي مع القلوب مغاربه وداخل البيت المغربي، فهذا ميساج كنوصلو عاوتاني. الله يخليكم، كنتمنوا السلطات المحليه الداخل في هذه القضيه ديال اليوتيوبر انهم كيخسروا الهضره عاده باش كيربحوا الفلوس في يوتيوب. بالنسبه لديك هويام، ياك هذيك هويام ما عادش غادي نقول لها الله يهديها وصافي على داك الشيء اللي كدير. تلاقى مع اليوم مع واحد، غدا مع واحد، مع واحد اخر، وكتبين الاطفال ديالها وداك الشيء، راه ما راه غادي تندمي على دوك الوليدات، راه ما غادي راه الاولاد ديالك راه ما غادي يكبروا وغادي يندموا. وحشومه داك الشيء اللي كديري فيه، راه واش غادي زعما غادي تقولي لنا مسطي؟ راه مسطي هو اللي ما كياكلش وما كيعرفش الفلوس، هذاك هو اللي مسطي. الله يخليك، تنقول لك جمعي راسك لانه داكشي اللي كديري فيه راه ما نافعش. وكاين بعض القنوات اللي كيصوروا مع اللايف وداكشي وهادي، راه الله يهديهم وصافي. واش كيبغيو يربحوا الفلوس؟ واش كيبغيو يديروا المثير الجدل باش كيربحوا لي زابوني؟ الله هادشي والله الا طلع لي الدم مهد الشيء هذا، قسما بالله كيخليوك صافي. الرسالة اللي كنوجه تحية المغاربة، وتنحبكم بزاف والله يحفظكم، وتنشكر كاع الناس اللي كيساهموا معايا في مجال السينمائي أولا في الإخراج أولا في الكوميديا. نتمنى إن شاء الله نعطيكم جديد بحاجة نظيفة بلا موتير الجدد. تابعوا حاسف ساقي بالسيجار، واحد الدور اللي كنستعملوا زوين. تحية جريدة أنفاس بريس، معكم مول الضحكة، ميرسي.